جديد، اهلا بحضراتكم وحياكم. نتكلم مع ضيفتي الكريمه عن الطاقه الشمسيه واهميتها واستخداماتها. الحقيقه اللي يمكن مش كتير مننا كانوا عارفين هذه الاهميه. دكتور، خليني اسال حضرتك، ايه المواصفات والاشتراطات انه يكون في او اللي محتاجينها للطاقه الشمسيه على اي من المباني؟ احنا طبعا احنا معظم المناطق في مصر تصلح لان احنا نركب فيها سولار بانلز ككميات استضاءه. احنا المفروض بناخد تصريح بتركيب السيستم، الاجراءات مع هيئه الطاقه المتجدده، حاطين على الويب سايت الستبس بتاعت التقدم، سواء كان حد على المستوى المنزلي او حد عايز يتقدم ان هو يعمل مشروع كبير، حاطين الخطوات التقدم. في شركات كتير في مصر دلوقتي بقت بتقوم بعمليات التركيب وشركات مرخص ليها. هو اهم حاجة ان احنا اللي يجي يركب يكون طبعا شركة مرخص بيها، ونطمن نعمل تشيك عليها من على الويب سايت ان هم ناس مرخصين. انما الموضوع ما بقاش صعب، يعني زمان كان الموضوع صعب جدا لان ما كانش لسه الامور واضحة وما كانش فيه خطوات ان احنا نفتح التعامل عليه على المستوى الشخصي كده. حضرتك يمكن في فصل كانت يعني استفادات تانية اعتقد هامة جدا في الزراعة وفي الصناعة والكثير من وايضا في الصيد السمك في البحر. لو حضرتك تشرح لنا الاستفادات دي من خلال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية. هو احنا الحقيقة كل ما بنفكر في الطاقة الشمسية بنفكر في السولار بانلز وخلاص. احنا بنشتغل على بعدين، سواء في الأكاديمية أو في المركز القومي للبحوث، بعض منهم استراتيجيك اللي هي الحاجات اللي الدولة عايزاها، فبنشتغل في تحالفات في الحاجات اللي هي الاستراتيجية اللي ما ينفعش حد يقوم بها غير الدولة، وشغالين على نطاق خدمي لمساعدة المستثمر الصغير اللي عايز يشتغل خارج الصندوق. ازاي خارج الصندوق؟ الراجل اللي في المزرعة بتاعته ما عندوش مصدر للكهرباء، وعايز كل شوية 200 لتر سولار علشان يشغل البامب بتاعت استخراج المية من البير، وعايز جنريتور عشان ينور البيت، وعايز عملنا الحقيقة كذا مشروع ريادي وشجع الناس ان هي تجيلنا وتتدخل معانا وتطلب مننا ان احنا نعمل لها السيستمز لاستخراج مية الابار بالطاقة الشمسية. بنعمل فيلد صغير من الالواح وتبقى مرتفع عن الارض، يقدر يعمل تحتها الزراعات عشان ما نضيعلوش مساحه من الارض، يقدر يعمل تحتها الزراعات اللي مش محتاجه نسب استضاءه عاليه، ويقدر يستخرج ميه البير بتكلفه. طبعا احنا كل اللي بيشتغل في استصلاح الاراضي او في الزراعه عارف حجم الاستهلاك الكبير جدا للطاقه علشان يطلع ميه من البير في مكان ما فيهوش كهرباء. فدي طبعا دي حاجه تطبيق مهم جدا، وغير ان هو هيبقى عنده اناره لبيته يقدر يشغل تي في، يقدر يشغل ثلاجه، لان انا لو عايز استدامه في مكان بعمل فيه استصلاح لازم اوفر للناس سبل الحياه، ما ينفعش اسيب الناس عايشه تواجه مصاعب بالمنظر ده. عملنا برضو حاجه ظريفه جدا اللي هي الطباخ الشمسي، واحنا في المراحل برضو النهائيه عمل الخباز الشمسي اللي هو زي الفرن. الطباخ الشمسي ده معتمد على تركيز الطاقه الشمسيه اللي هي الطاقه الكميه بقى مش الطاقه الضوئيه، فهو سيستم بسيط جدا مش مكلف. احنا عملنا بيه تجربه حيه واكلنا منها فعلا، حطينا رز وحطينا فرخه في خلال 3 ساعات من غير اي مصدر للطاقه، لا انبوبه بوتاجاز ولا فرن كهرباء ولا اي حاجه، الاكل كان يستوي 100%. طبعا لما بقى بخدم في معسكر في صحراء او قاعد في مزرعه او وعندي فاسيلتي زي دي هتفرق معايا كتير. الناس اللي عايشه في المزارع في الصحراء عارفه يعني ايه برضو ان هو ينزل يدور على انبوبه بوتاجاز ويروح يجيبها من اخر الدنيا ويرجع، ده برضو جهاز ظريف جدا. عندنا حاجات تانية لعمل ادد فاليو او لرفع قيمه المنتج الزراعي وتسويقها. الحقيقه شركات القطاع الخاص هي اللي اقبلت عليها جدا، زي المجفف الشمسي ده بيعتمد برضو على الطاقه الكميه الحراره. المجفف الشمسي ده بنستخدمه في شركه من شركات الاعشاب الطبيه الشهيره، سمعنا لها واحد بحجم كبير جدا مخصوص طبعا لتجفيف الاعشاب الطبيه، ومصر ثريه باعشاب طبيه يمكن نادره جدا انها تجود زراعتها في اي حته في العالم وبالذات المنطقه بتاعت سينا. فطبعا الاعشاب الطبيه محتاجه تجفيف،
وتحكم بيئي بحيث ان ما ينموش اي فطريات او ميكروبات عليها وانا بجففها، وطبعا ابقى حاميها بقى من الكونتامينيشن من الذباب وي وي وي، فما ينفعش انها تتجفف كده في التكلفه بتاعت الحاجات دي. إيه لا مش عاليه، مش عاليه يعني، هي حتى على المستوى الفردي للي عايز مثلا يعمل تجفيف فاكهه خضروات، في برضو مجموعه مستثمرين خلونا صنعنا لهم وحده تجفيف جففوا الطماطم. الطماطم في مواسم بيبقى انتاج بتاعها مهول وتلاقي سعرها بسيط جدا جدا بالنسبه لتكلفه انتاجها، المزارع بيخسر. لو هو جففها، في ناس كتير بتاخد الطماطم المجففه دي تصدرها لاوروبا، هي مطلوبه في اوروبا بكثره بالذات في ايطاليا دول اللي قصادنا على في حوض البحر المتوسط، ده هيضاعف قيمه المنتج بتاعه مش مره ولا مرتين، يمكن 5 مرات و10 مرات. فانا عملت قيمه مضافه للمنتج وساعدت الفلاح اللي النهارده سعر الاسمده عالي بالنسبه له، سعر المبيدات عالي بالنسبه له، ان هو المنتج بتاعه في الاخر بقى له قيمه كويسه، يقدر حتى يبيع جزء منه مش كله، يبيع جزء منه بقيمه تحقق له مكسب كويس. خليني اسال حضرتك، ممكن المواطن العادي ينفذ مشروع للطاقه الشمسيه على اسطح منزله ولا ده صعب؟ لازم هيستعين لو بيشتغل بالخلايا الفوتوفولتيه، لازم هيستعين بشركه طبعا. هو دلوقتي سهل ان هو ينزل يعرف في الاسواق الالواح الشمسيه بكام، ومعظم الناس ابتدى يبقى عندها درايه الفكره ده. الالواح اللي بتنتج 1 ميجا سعرها في الاسواق النهارده من كذا لكذا، بس طبعا زي ما اتفقنا احنا عندنا لسه الحاجه اللي محتاجين نملى الجاب بتاعها، ونايريا ابتدت تشتغل عليها ان احنا نعمل كواليتي كنترول على الالواح الشمسيه اللي داخله البلد عشان نطمن ان كفاءه اللوح الشمسي ما بتقلش مع الزمن وانها مطابقه للمواصفه، لان احنا طبعا الالواح الطاقه الشمسيه ليها عدوين، الحراره والرمل. لو السطح بتاعها مش معالج كويس مع في خلال سنتين بتلاقي السطح نسبه السكراتشز او الخدوش فيه عالية جدا، حصل فيه نسبه اعتام عاليه، فبيفقد جزء كبير جدا من الكفاءه بتاعته. والحراره لان اللوح الطاقه الشمسيه بيحب الضوء بس ما يحبش الحراره السخونه. والحقيقه برضو مشروع التحالف اللي قادته الاكاديميه بين 3 في 3 في 3، 3 جامعات و3 مراكز بحثيه و3 شركات، جامعه اسيوط انتجت السطح بحيث ان هو يمنع دخول المركب اللي في الشمس اللي يدخل الحراره، يعني يسمح بدخول اليو في، يسمح بدخول الضوء العادي، ما يسمحش بمرور الانفراريد اللي هي السبب في التسخين. دي طبعا دي هتبقى طفره برضو هتساعدنا جدا في المصنع النهائي ان شاء الله اللي هو ستيج 3 اللي هنعملها في مشروع التعاون. يعني لما يكون المصنع النهائي هنا هيبقى اسهل بالنسبه للدوله وبالنسبه للمواطنين وارخص كمان. واسهل بالنسبه لينا لان احنا كمان كبحث علمي احنا عملنا شغل كتير جدا، عمل تطوير في التكنولوجيا بتاعت الخلايا وما كانش معانا التول اللي نوصله للتطبيق. احنا عاملين يعني عاملين طفرات كتيره في مواد المعالجه والاسطح والكونكشنز، وكلها عباره عن ابحاث وجوائز وبراءات اختراع، ما فيش الاند يوزر مش حاسس بيها. النهاردة لما تدخل مصنع وتتحقق على الطبيعة ده أكيد هيبقى نجاح كبير جدا جدا، إن البحث العلمي في الآخر وصل للمواطن، إن البحث العلمي ده حاجة ليها لازمة مش حاجة بس حاطينها وردة في عروة الجاكيت بس، ونقول إحنا عم نعمل بحث علمي وشاطرين جدا ما شاء الله. يعني منها يعني ما شاء الله إحنا العلماء بتوعنا متميزين على مستوى العالم كله، يمكن ما تدخليش حضرتك انستيتيوت في العالم إلا وهتلاقي فيه بصمة لعالم مصر. فالبوتنشال موجود، هو محتاج بس الكونكشن الاخيره دي ان هو يوصل للصناعه. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، سعيده اني كنت مع حضرتك. دكتوره هاله القاضي رئيس شعبه البحوث الهندسيه بالمركز القومي للبحوث، ثانك يو دكتور، شكرا لحضرتك. جدا انا استمتعت. مشاهدينا الكرام بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعه، الى اللقاء.